طبعا نبدا الويكند بمكان جامد. انا اليوم موجود في بايرتس، فرعهم الجديد اللي تو فاتحينه في الغبره، ما شاء الله فرع مرتب وواسع معاك الجلسات، بالاضافه الى قسم الغرف الخاصه اللي تاخذ فيها راحتك مع اهلك وناسك. وما شاء الله بايرتس معاهم منيو كبير، ولكن متخصصين في المأكولات البحرية، شغل السي فود لعباتهم، البالدي، الشارخة، المحار، كل موجود. ولا يفوتكم عرض متابعين العريمي في كل الأفرع، أي حد راح يجي من طرف العريمي راح يحصل على السطل البحري ب9 ريالات فقط. أي نوع تاخذه من السطل البحري يكون ب9 ريالات. فرعهم الجديد في الغبرة مرة خلف فندق المها، ما يضيع عند السفينة. يا هلا يا هلا يا هلا بالزين، انزل يا حبيبي انزل. طبعا يا جماعة بايرتس معاهم نكهات مختلفة من السطل البحري، شوف ايش اللي في خاطرك موجود. Brother the sauce you have this the Italian root beer pink sauce. Hello. This is the pink sauce. And there? This is the Mexican sauce. No. إيبي 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 إيبي. وهناك بعد غيره. طبعاً العرض تأخذ لك أي نوع من السطل البحري بقيمة 9 ريالات فقط. فأنا أقول لك فرصة لا يفوتك. This is the pink sauce with the calamari. Okay. هاته. With the حبار. حبار حبار حبيبي. سلام يا سلام. عشاق المأكولات البحرية لا يفوتك عرض بايرتس. هات القفازات، هات القفازات عبيم، هات. الحين عاد هين بنبدأ يا جماعة، هين لخ، هين تشوفني، شوف اللي قدامك. أنا عاد سي فود لعبات يا جماعة. لحظة لحظة، شوية ليمون. أقول لك كم هير. تسلم حبيبي، لا يفوتكم بعد الذرة، الذرة على الصوص. وبايرتس توهم منزلين السطل اللي ييك فيه اخطبوط، هاي اليهال البيبي اخطبوط، وايد لبيب يا جماعة، زينة يربونة في لسعة سبايسي، فمحبين السبايسي صوبكم. فنان فنان وجهها وروح عليه. الله عليك الله عليك، شوف 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 يا رب فنان، عقل دينك هني جاي. وهني عاد معاكم سطل البينك سوس، محبين الشمندر لا يفوتكم. هني عندك كلاماري بعد، يعني بايرتس مثل ما خبرتكم ما شاء الله المنيو فيه وايد اشياء، بس انا جاي متعني لعيون السطل، السطل قوي، بس انت تبى المقبلات تبى شيء ثاني في خاطرك الجماعه يضبطونك. الضغط تفتفي تفتفي حلقك. فنان فنان الضغط. الله عافية حبيبي. تعال 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 حبيبي، سوي فيها
هني عادي يا جماعة شغلة دشم لا يفوتك. ما تحضر فريلة فريلة في الصيم في الصيم لذيذ. تسلم لي والله بسم انك انك معاون. زمان الطيبين اول ذي لت لت في البحر. سعد يحرمونك منه ترى عاد تسوي كيها. ايوه تعال يا حبيبي تعال بتشبعني يعني برذر برين مي وان ديشم فنان. هذه هذه بريول بريول. ايوه هات هات لي اربع حبات حبيبي. اللهم لك الحمد. المهم حبايبي بايرتس ما شاء الله عندهم ثلاثة فرع، فرعين في الغبرة وفرع في الخوض شارع البركات. بحط لكم الحين حسابهم في الانستغرام في كل التفاصيل، وايضا تقدر تطلب من ارقام التواصل للافرع وتمر تستلم طلبك، وهم متوفرين على تطبيقات التوصيل. ولا يفوتكم عاد عرض متابعين العريم، تاخذ لك اي سطل بحري موجود معاهم باي نكهة تحبه بقيمة 9 ريالات فقط. هذا العرض الى نهاية الشهر فلا يفوتك. شوف اقرب فرصة ومر عليهم واستمتع بالمأكولات البحرية مع بايرتس.